قبل ما نتكلم لكم على السياره نبغي سورتو نبارطاجي معكم الفرحه اللي كانت عندنا، الفرحه كبيره باستقبال ملكي نهار 15 مايو 2023، اللي سيدنا الله ينصرو كرمنا وشرفنا باستقبال وشجعنا باش نزيدو نطورو ونواكبو باش نطلعوا هذا المنتوج المغربي عالي. و والحمد لله هنايا جينا لجيتكس اللي هو لا ميس ديال لاندستري لي زاندستري تكنولوجيك انوفاسيون. حنا كنعتبروا راسنا حتى حنا ونين ستارت اب اندستريال كي غوغروبي ليكسيلونس و لانتيليجونس و لينوفاسيون مغربيه باش نطلعوا منتوج اللي فيه اكثر من 350 قطاع. هاد السياره مصممه ومصنوعه في المغرب، اكثر من 65% ديال القطع ديالها مصنوع في المغرب ومصمم في المغرب. هادشي اللي غيخلينا ان شاء الله نخلي لكم لا ديسپونيبيتي ديال القطع الغيار ديسپونيبل اون بيرمانونس في هاد في البلاد. غنبداو ان شاء الله نسلموا السيارات شهر يوليو واوت، ودونك صافي بدينا، دونك بدينا ناخذوا لي كوموند. السيارة إن شاء الله غتكون مبيوعة ما بين 17 مليون و 19 مليون على حسب لونجان، واش ثلاثة ديال 82 خيل أولا ديال 115 خيل. عندنا دو موتوريزاسيون وحنا فخورين دابا بالاستقبال اللي داروا لنا المراكشيين. ونقول لك بصفة عامة هاد الناس كاملين اللي جاوا لهنا راه ألف ألوفات جاوا عندنا، الخليجيين إفريقيين اللي فخورين بالمنتوج المغربي، كيقول لك كيفاش عملتوا باش ديروه وكيفاش وصلتوا لهذا المنتوج واش مكلنا نشريوه ونجيبوه لبلادنا. دوك حنا جاوبناهم الحمد لله، وجاوبناهم بان هاد الكفاءه اللي وصلنا لها، الكفاءه العاليه، راه جايه من ندره عاليه ديال سيدنا الله ينصرو. اكثر من 20 عام هما كيصوبوا الداله لانفراستركتور ديال هاد الشيء، وحنايا جينا استغلنا هذه لوبورتونيتي باش نصوبوا سياره بالمنتوج المغربي. الوغ هي قلت لكم 3 سيلاند، عندنا جوج موتوريزاسيون 3 سيلاند 4 سيلاند، ثلاثه ديال الابواب بحال كتشوفوا السياره الي ديكابوتابل دو سيري. ال بيرمي اون يوتيليزاسيون تمشي بها في المدينه وتمشي بها البحر تمشي بها للجبل. هي ماشي 4 4 هي مانيويل اسانس دو روموتريس، ولكن عندها البنزين ديالها مجهد كيخليك تستغلها فين ما بغيتي. فوالا، والحمد لله راه كل شيء عجباتهم.